السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات الهندسة الجغرافية المعدة كنوع من المراجعة السريعة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم من جامعة الكوفة. أنا محدثكم أستاذ المادة دكتور بسام شيروزة. نتحدث اليوم بموضوع آخر من مواضيع الهندسة الجغرافية ضمن المحاضرة السادسة. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هناك مجموعة أمور تسبب مشاكل في عملية إنتاجية البروتين المكون جينه في بلازميد معين والمستخدم مع بكتيريا الإيكولاي. ومن هذه المشاكل ذكرنا أن هناك نوعين أساسيين من المشاكل: مشاكل تنتج من سيكونس الجين الذي تمت عملية كلونته، ومشاكل تنتج من ضمن الاكسبريشن هوست اللي هي الايكولاي نفسها. وفي المحاضرة السابقة تطرقنا الى المشاكل التي يسببها سيكونس الجين المحشور ضمن البلازميد المهندس وراثيا. ومن هذه المشاكل ذكرنا ان على سبيل المثال ان الجين المأخوذ من الكائنات الراقية يكون حاوي على إكزون وإنترونز، بالتالي عملية السبليسينج، عملية إزالة الإنترونات غير متحققة في داخل بكتيريا الإيكولاي. وعلى هذا الأساس إذا تمت كلونة الجين حاوي على إنترونات راح يتم عملية إكسبريشن للإكزون وللإنترون، وبالتالي راح يعطيني بروتين غريب في داخل بكتيريا الإيكولاي. أو قد وجود الانترونز، وجود السيكونس الموجود به قد يسبب لنا تيرمينيشن بشكل أو بآخر. من المشاكل الأخرى أيضا ذكرنا أنه في بعض الأحيان أكو كودونات بكتيريا الإيكولاي تميزها على أنه ستوب كودون، في حين هذه الكودونات في داخل خلايا الكائنات الراقية هي تشفر أحماض أمينية معينة، بالتالي قد يحدث للجين عملية تيرمينيشن في داخلة الإيكولاي ولا يكمل عملية بناء البروتين بشكل صحيح أو عملية استنساخ الـ RNA من الجين المحشور. وهذا النوع آخر من المشاكل. أما النوع الثالث من المشاكل فهو وجود كودونات تعرف بالرير كودون أو الديسفيفرد كودون، وهذه الكودونات الغير محبذة بمعنى أنه تعتمد عفواً بشكل أو بآخر على جزيئة tRNA. tRNA إذا كانت موجودة في بكتيريا الإيكولاي تستطيع تمييز وترجمة كودونات معينة لكل حامض أميني. هذه الكودونات قد تختلف في الكائنات الراقية، يعني tRNA مع الكائنات الراقية قد يترجم كودون معين إلى حامض أميني، هذا الكودون لا يترجم ربما في الإيكولاي، وبالتالي هذا راح يقلل من كمية البروتين المنتجة. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن المشاكل التي تسببها بكتيريا الإيكولاي نفسها. Here is the title: Problem caused by E. coli. The protein of most organisms are processed after translation by chemical modification of amino acids within the polypeptide. البروتينات مات معظم الكائنات الراقية بعد عملية الترانسليشن تحدث بها عملية processing. هذه عملية البروسيسنج تتم بإضافة تحويرات كيميائية على الأحماض الأمينية ضمن جزيئة البروتين، بمعنى أنه تضاف على البروتين، يعني بعد ما يترجم البروتين وبعد ما يبنى جزيئة البروتين راح يتم إضافة جزيئات أخرى على هذا البروتين وتحدث تحويرات. وضربنا مثال على ذلك هو إضافة السكر إلى البروتين. Protein processing are essential for the correct biological activity of the protein. عملية البروسيسنج هي عملية جدا مهمة، لأنه البروتين إذا ما أضيف له على سبيل المثال سكر ما راح يؤدي وظيفته في بعض الأحيان حسب ذاك البروتين، نوع ذاك البروتين في داخل خلية الكائن الراقي. يعني بعض أنواع البروتينات على سبيل المثال تكون حاوية على سكر ونسميها جلايكوبروتين، هذا البروتين ما يؤدي وظيفته إلا بوجود ذاك السكر، بس مو معناه أنه كل البروتينات اللي تنتج داخل خلايا الكائنات الراقية تكون حاوية على سكر. بعض البروتينات تكون حاوية على سكر، بعض البروتينات تكون حاوية على مجاميع كيميائية أخرى.
وهذه عملية البروسيسنج عملية جدا مهمة مثل ما ذكرناها. هذه العملية عملية إضافة السكر إلى البروتين سميناها بالجلايكوسيليشن. هذه الجلايكوسيليشن is extremely uncommon in bacteria. عملية الجلايكوسيليشن في داخل البكتيريا إلى حد كبير تكون غير واردة، لذلك البكتيريا لا تستطيع في هذه الحالة تقوم بعملية الجلايكوسيليشن للبروتينات. E. coli might not fold the recombinant protein correctly. المشكلة الأخرى هو أنه الـ E. coli تكون غير قادرة في بعض الأحيان على عمل تركيب ثلاثي الأبعاد للبروتين، ما تكون قادرة على عملية الفولدينج اللي تكلمنا عنها في الكورس الأول، وعملية تكوين البروتين بشكل ثلاثي الأبعاد بشكل صحيح. And in general and generally is unable to synthesize the disulfide bond present in many animal protein. على سبيل المثال، واحدة من الأواصر المهمة لتكوين جزيئة بروتين ثلاثية أبعاد بشكل صحيح هو وجود الدايسولفايد بوند. في كثير من أنواع البكتيريا، هذه البكتيريا غير قادرة على تكوين الأساس بريج. If the protein doesn't take up its correctly folded tertiary structure، إذا البروتين ما صار له correct folding، ما صار بتركيبه الثلاثي بشكل صحيح، then usually it is insoluble. ونعني بالinsoluble بأنه يكون غير ذائب في السيتوبلازم. And form uninclusion bodies، يسوي لنا أجسام يسموها بالأجسام uninclusion bodies. ولذلك إذا ردنا نعرف uninclusion bodies نقول عليها بأنه هو unfolded tertiary structure protein then which is insoluble in cytoplasm that is formed due to the a problem occurred in E. coli. زين، النوع الثالث من المشاكل انه الاي كولاي بعض الاحيان بعد ما تقوم بعمليه انتاج البروتين تقوم بتكسير هذا البروتين، تسوي له عمليه ديجراديشن، وهذه الديجراديشن بروسيس بشكل او باخر تكون غير معرفه. ولكن مثل ما شرحنا في المحاضره السابقه قلنا على سبيل المثال انه الاي كولاي وتصنع انسولين. طيب هي الاي كولاي شو تسوي بالانسولين؟ فالترانسكريبشن ماشينري البروتينات اللي موجوده زين وتقوم بعمليات اعاده التدوير في داخل البكتيريا تقوم بتحطيم الجزيئه بمجرد ما انتجت. ولذلك هذه مشاكل ثلاثه اساسيه يمكن ان نواجهها بعد عمليه هندسه الوراثيه وبعد الدخول في مرحله الاكسبريشن بروتين. Problem caused by E. coli are less easy to solve than the sequence problem. المشاكل اللي تنتج من الإي كولاي عادة تكون أسهل من ناحية حلها من ناحية sequence problems اللي ذكرناها في المحاضرة اللاحقة. طيب، degradation of recombinant protein can be reduced by using as the host mutant E. coli strain that is deficient in one or more of the protease which is responsible for protein degradation. في معظم الأحيان اللي يقوم بعملية degradation هي مجموعة بروتيازات موجودة في داخل الإيكولاي. البروتيز هو بروتين يكون قادر على تكسير جزيئات بروتين أخرى فنسميها بروتيز. طيب كيف أنا أقدر أحل هذه المشكلة؟ عملية degradation مات الريكومبننت بروتين، البروتين اللي أنتج من الريكومبننت دي ان اي، يمكن تقليل هذه العملية باستخدام خلايا E. coli مطفرة، سترينات E. coli مطفرة وراثية، ميوتنت E. coli سترينز. هذه الطفرات الوراثية وين حادثة؟ في البروتيزات، بمعنى انه E. coli غير حاوية على جين مسؤول عن انتاج بروتيز يكسر البروتينات الاخرى، فبالتالي الإي كولاي في هذه الحالة ما عندها إنزيمات تقوم بعملية التكسير. فإذا استخدمنا هذه السترينات المهندسة وراثيا والمطفرة وراثيا بهذه الحالة راح نتخلص من مسألة ومشكلة الديجريديشن اللي تحدث بعد عملية الإكسبريشن للبروتين. طيب فيما يخص مسألة الفولدينج، المشاكل اللي تحدث correct folding of recombinant protein can also be promoted by choosing a special host strain. In this case, one that oversynthesizes the chaperone protein thought to be responsible for protein folding in the cell.
ذكرنا في محاضرات التقارن الإحيائية في الكورس الأول أنه الشابيرون بروتين هو عبارة عن بروتين مسؤول عن الكوركت فولدينج. إذا أريد أنه أخلي بكتيريا الإيكولاي تسوي فولدينج للبروتين اللي هو 3D structure التيرشيري structure بشكل صحيح، أستطيع أنه أهندس بكتيريا الإيكولاي بحيث تنتج بروتينات في داخلها اللي هي بروتينات الشابيرون. زيادة إنتاج شابيرون يزيد من احتمالية إنتاج 3D structure للبروتين اللي تمت هندسته وراثيا. هذه المشكلة الأخرى أيضا حلها. تبقى لنا مشكلة أساسية اللي هي عملية التحوير اللي تحدث للبروتين اللي هي عملية الجلايكوسيليشن. This problem is absent and it's very difficult to be solved. إذا عملية حل الجلايكوسيليشن هي عملية أو مشكلة صعبة الحل بهذه الإمكانيات، فبالتالي لابد أنه أفكر بكائن آخر للقيام بعملية الهندسة الوراثية بدل بكتيريا الإيكولاي، لأنه هذه المشكلة هي مشكلة جدا صعبة الحل. طيب، production of recombinant protein by eukaryotic cells. ولذلك أنا أحتاج في هذه الحالة أضطر إلى استخدام خلايا إيوكاريوتيك لإنتاج بروتينات محورة اللي هي على سبيل المثال تحوي على السكر بدل الإيكولاي، لأنه الإيكولاي لا تستطيع صناعة بروتين يكون حاوي على سكر. Yeast and fungi الخمائر والفطريات might express a clone gene، ربما تقوم بعملية الإكسبرشن للجينات اللي مأخوذة من الكائنات الراقية وتسوي لها عملية بروسيسنج بشكل شبيه جدا بالكائنات الراقية بالمقارنة مع الإيكولاي. الإيكولاي ما تستطيع، ولكن الخمائر والفنجاي تستطيع. مثال على الخلايا اللي تقوم بعملية الريكومبينيشن هي واحد خمائر الساكورومايسيس سيرفيسيا. خمائر الساكورومايسيس سيرفيسيا هي خميرة الخبز، هي نوع من أنواع الخمائر اللي تكون قادرة على عملية الإكسبرشن للبروتين وسوي له بروسيسنج. طيب، هناك عندنا بعض الدروباكس، بمعنى أنه بعض المعوقات لاستخدام الساكورومايسيس سيرفيسيا. واحد، Saccharomyces cerevisiae is unable to glycosylate animal proteins correctly, often adding too many sugar units. Hyperglycosylation. Although this is can be prevented or at least reduced by using mutant horse strains. من المعوقات الأساسية إنه Saccharomyces cerevisiae تكون غير قادرة على عملية الglycosylation أو عملية إضافة السكر للبروتينات اللي مأخوذة من الكائنات الراقية مثل الحيوانات بشكل صحيح. السبب في ذلك إنه الساكروميسيس سيرفيسيا تضيف كمية سكر بشكل كبير جدا، فالسبب إنه هايبر جلايكوسيليشن، فرط في عملية إضافة السكر، بالتالي هذا راح يسبب لنا مشاكل كثيرة جدا. ليش؟ لأنه إضافة السكر بكميات كبيرة راح يغير من وظيفة البروتين. طيب، كيف أنا أقدر أمنع هذا الشيء؟ نقدر نمنع هذا الشيء باستخدام سترينات خاصة من الساكروميسيس سيرفيسيا مطفرة وراثيا، بحيث تنتج كمية بروتين يكون حاوي على سكر بكميات قليلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الساكروميسيس سيرفيسيا تفتقد إلى نظام كفو لعملية فرز البروتينات بالجروث ميديا. بعض أنواع الكائنات بعد ما تنتج بروتينات تفرزها، تسوي لها عملية secretion، فبالتالي secreting protein into the growth media Saccharomyces cerevisiae تبقى دائما محتفظة بالبروتينات. In the absence of secretion، بفقدان عملية الفرز، recombinant protein are retained، تبقى ال recombinant protein الجزيئات تبقى محفوظة وين؟ في داخل الخلية، وبالتالي عملية تنقيتها من داخل الخلية راح تكون صعبة جدا. It's less easy to be purified، تكون عملية صعبة جدا للتنقية. طيب، على الرغم من هذه المساوئ، despite these drawbacks، على الرغم من هذه المساوئ، Saccharomyces cerevisiae remain the most frequently used microbial eukaryotic for recombinant protein synthesis. بالرغم من كل هذه المساوئ، إلا أنه هذه
الخميرة أو الساكروميسيس سيرفيسيا تبقى most frequently يعني تستخدم بشكل شائع لإنتاج الريكومبنت بروتين. السبب في ذلك هو يعود إلى سببين أساسيين. الأول هو أنه الساكروميسيس سيرفيسيا completely safe organisms، بالتالي أنا لما أستخدمها لإنتاج بروتينات في مجال الطب أكون أني على ثقة عالية بأنه هذه البروتينات تكون غير ملوثة. على سبيل المثال لو استخدمنا فرضا جينات فيروسات أو فيروسات معينة، راح يكون عملية تلوث بروتين بهذا الكائن الخطير عملية جدا خطرة. أما الساكروميسيس سيرفيسيا فهو كائن غير قادر على أحداث مرضية خطيرة، وبالتالي فهو completely safe for medical purposes. النقطة الثانية أنه الساكروميسيس سيرفيسيا منذ حدود أكثر من ربما 30 إلى 40 سنة والعلماء يستخدموها، فبالتالي هي wealth of knowledge. المعلومات اللي حول عملية الإكسبريشن بالساكروميسيس سيرفيسيا معلومات كثيرة جدا وبنيت منذ سنوات سابقة جدا، وبالتالي البايوكيمستري الكيمياء الحياتية لهذه الكائنات وكذلك الجينيتك باك جراوند الخلفية الوراثية لهذه الكائن تم دراسته بشكل وافي ووفير. بالتالي أي باحث يريد يشتغل على الساكروميسيس سيرفيسيا راح يلقى جميع أو كثير من المعلومات التي يحتاجها، وبالتالي هذا راح يسهل له على عدم حدوث مشاكل أثناء القيام بالتجارب. النوع الآخر من الكائنات هو البيتشا باستورياس، والبيتشا باستورياس هو نوع آخر من الكائنات التي يستخدم في الهندسة الوراثية. هو نوع آخر من اليست، وهذا النوع الآخر من اليست يكون قادر على صناعة ريكومبنت بروتين بنسبة جدا عالية تصل إلى حوالي 30% من بروتينات الخلية، بمعنى أنه الخلية لما يصير بها إكسبريشن 30% من كل بروتيناتها هو البروتين المهندس وراثيا، فهذه واحدة من الفوائد الكبيرة. اثنين، هذه البيتشا باستوريز من المميزات الأساسية لها أنه تكون قادرة على إنتاج بروتين يكون حاوي على سكر وبنسبة كبيرة من التشابه مع البروتين المنتج في داخل الكائن الراقي، بالتالي هي ما راح تسبب over or hyperglycosylation مثل ما تسببه الساكروميسيس سيرفيسيا. So its glycosylation ability are very similar to those of animal cells. تكون عادة مشابهة لمن لخلايا الكائنات الحيوانات. The sugar structure that is synthesized are not precisely the same as the animal version. على الرغم من أنه السكر اللي يتصنع البيتشا باستوريا هي إلى حد ما غير مشابه للأنيمالز لخلايا الحيوانات أو خلايا الكائنات الراقية، ولكن الديفرنسز يكون جدا قليل مقارنة بالساكروميسيس سيرفيسيا كاد لا يذكر أصلا. وهذا إلى فائدة اللي هو النقطة الثالثة، يقودنا إلى النقطة الثالثة. Importantly, the glycosylated protein made it by Beta pastoria are unlikely to induce antigenic reaction if injected into the bloodstream. على سبيل المثال أنا أريد أنتج إنسولين أو مو إلا إنسولين growth hormone بداخل اليست. هذا growth hormone إذا ما بي كمية سكر كبيرة على سبيل المثال اللي يتسبب مثلا Saccharomyces cerevisiae، Saccharomyces cerevisiae البروتين المنتج منها اللي هو growth hormone اللي سوينا له هندسة وراثية راح يكون حاوي على مجاميع سكرية كبيرة جدا، بالتالي حقن هذا البروتين داخل جسم الإنسان، جسم الإنسان بالبلود ستريم مالته راح يميز هذا البروتين على أنه بروتين غريب. السبب وجود السكر الكبير به، بالتالي راح يستجيب له مناعيا، فراح يسبب لي شنو؟ راح يسبب لي أنتيجينيك بروبلم، زين أنتيجينيك رياكشن في داخل البلود ستريمز، a problem frequently encountered with the overglycosylated protein synthesis by Saccharomyces cerevisiae مثل ما شرحنا قبل قليل. وهذا هو المثال المذكور. لو لاحظنا انه هنا عندنا مجاميع السكر اللي هو البولي سكرايد اللي مرتبط وين بالاسبرجين، هو نوع من انواع الاحماض الامينيه موجود في انسان. بالبيتشا باستوريا راح نلاحظ انه نفس البولي سكرايد باستثناء مجموعه اخرى زائده.
أما بالساكرامايسيس سيرفيسيا فراح نلاحظ أنه البوليساكرايد مختلف بشكل كبير جداً. بالتالي هذا النوع من السكر راح يسبب لي أنتيجينيك رياكشن لأنه غريب عن جزيئة البروتين، لأنه غريب على جسم الإنسان. The only significant problem with the pitcher pasteuria is that sometimes degrade recombinant protein before they can be purified. من المشاكل اللي تسببها البيتشيا باستوريز انه تحطم عادة جزيئة البروتين قبل عملية التنقية. بمجرد انه صار اكسبشنال بروتين، البيتشيا باستوريا ميزت هذا البروتين على انه غريب وقامت بتحطيمه، ولذلك يجب عملية تنقيته بشكل اما سريع جدا او احداث نوع من انواع التطفير او مراقبة الترانسكريبشن مع هذا الكائن. طيب، هناك نوع آخر من أنواع الخلايا التي يمكن أن تستخدم في مجال الهندسة الوراثية، وهو استخدام خلايا الحيوان بشكل مباشر. So using animal cells for recombinant protein production. Protein production in mammalian cells. نستخدم خلايا mammalian cells، نزرعها في طبق البتري ديش مباشرة ونسوي بها عملية الهندسة الوراثية. Mammalian cells lines derived from human or hamsters have been used in synthesis of several recombinant protein in vitro in petri dish. بمعنى انه هذه الخلايا اللي تستخدم في عملية الريكومبيننت مصدرها يا اما الانسان يا اما الهامسترز. وهذه الخلايا هي خلايا مأخوذة، هي خلايا لبنية، خلايا مأخوذة من اللبائن. وبالتالي عملية الكلونة تتم، وبعد ذلك يتم إدخال البلازميد إلى داخل هذه الخلايا، وبشكل أو بآخر يتم تعبير هذه البلازميدات داخل الخلايا بعد أن تدمج بالكروموسوم. ولكن هذه العملية كيف تتم؟ تتم بعد زرع هذه الخلايا في البتري ديش، يعني مثل عملية زراعة البكتيريا ولكن بظروف مختلفة. هذا التيشو كلتشر يحتاج لمحاضرات كاملة لشرحها بشكل وافي. وفي معظم الأحيان البروتينات المنتجة بهذه العملية تكون بروتينات لا يمكن تمييزها أصلاً عن البروتين الأصلي. ليش؟ لأنه هو بروتين أصلي، لأنه الخلايا تقوم بإنتاجه بشكل صحيح جداً. طيب، من المشاكل اللي تنتج به أنه الريت ماتري جروث ماكسيمم سيل دنسيتي آر ماتش ليس فور أنيمال سيلز كومبير وذ ذا مايكرو أورجانيزمز. المايكرو أورجانيزمز إلها القدرة على القيام بعملية الهندسة الوراثية بشكل سريع جدا. السبب في ذلك، عفوا دقائق، السبب في ذلك هو أنه خلايا الكائن، خلايا عفوا الكائنات الراقية سرعة انقسامها سرعة بسيطة جدا، أي بمعنى أنه بطيئة من ناحية التكاثر في داخل البتري ديش. ما راح أتصور أنه هذه الخلايا راح تتكاثر مثل البكتيريا، ولذلك السيل ماس الكتلة الخلوية اللي راح أحصل عليها بعد عملية النمو تكون قليلة جدا. أيضا عملية زراعتها وعملية الهارفستنج مالتها عملية جدا معقدة. فبالتالي rates of growth and maximum cell densities، بمعنى أنه معدل نمو هذه الخلايا ومعدل الكتلة الخلوية اللي أحصل عليها، يعني كمية الخلايا اللي أحصل عليها، are much less for animal cells، هي تكون جدا قليلة بالنسبة للخلايا الحيوانات بالمقارنة ويا مثلا بكتيريا الإيكولاي with the microorganisms. وبالتالي هذا راح يسبب لنا limitation بمن بكمية البروتين الريكومبنت بروتين المنتج. طيب، هذه العملية على الرغم من أنه سلبية إلا أنه تبقى محبذة إذا كان البروتين لا يمكن إنتاجه إلا بهذه الطريقة. So لذلك نقول but this is can be tolerated، احنا نقدر نتحمل هذه المشاكل if it's the only way of obtaining the active protein، اذا كانت هي الطريقة الوحيدة للحصول على هذا البروتين. من الامور الاخرى ايضا انه الجين كلونينج might not be necessary in order to obtain an animal protein from animal cells culture.
في بعض الأحيان عملية الكلمة قد تكون ما مهمة. طيب شلون تكون ما مهمة؟ يعني بمعنى أنه لو فرضنا أنه جين معين ينتج بروتين معين، خلنا نفرض أنه مثل ما تكلمنا بروتين إنسولين، أنا أقدر أحفز هذه الخلايا على إنتاج هرمون الإنسولين لكونه هي هو مصدر الجين موجود في هذه الخلايا. يعني ماكو داعي أجيب الجين وأخليه على البلازميد، ولكن هذه عملية تكون جدا بطيئة، ولذلك أنا دائما أيضا أستخدم إكسبريشن فيكتور خاص بالماميليان سيلز وأكلون عليه الجين مالتي حتى أحصل كمية أكبر، وأخلي هذا الجين تحت بروموتر، البروموتر يكون سترونج بهذه الحالة، زين؟ بالمقارنة ويا من؟ ويا البروموتر اللي يكون متواجد وين؟ بالخلية بشكل طبيعي. ولذلك نستخدم بعض الفيروسات اللي هو على سبيل المثال SV40 والسيتوميغالوفيروس. هذه السيتوميغالوفيروس والS40 تنطينا بروموترات، هذه البروموترات نقدر نستخدمها في عملية الهندسة الوراثية أو كلونة الجينات للحصول على ريكومبوننت بروتين وين باستخدام الميليان سيلز. فإذا جبت لك شنو الفائدة من السيتوميغالوفيروس، راح تقول لي يا بتطبيقات هندسة وراثية، راح تقول لي إنه السيتوميغالوفيروس provide kind of strong promoter for recombination to produce a recombinant protein using mammalian cells as a host expression. طيب this technology is the most expensive approach to recombinant protein production. هذه العملية عملية جدا مكلفة وعملية جدا تأخذ وقت أيضا، especially as the possible co-purification of viruses with a protein mean that rigorous quality control procedure must be employed to ensure that the procedure or the product is completely safe. بمعنى أنه هذه العملية ليست فقط أيضا مكلفة و time consuming يعني تستغرق وقت، وإنما أيضا لكونه نستخدم بروموترات فيروس ولكونه نستخدم مادة وراثية للفيروس، لذلك التعامل وياه يكون جدا بشكل حذر، لأنه تحتاج إلى عمليات تنقية أكثر، عمليات isolation البروتين بشكل دقيق حتى نضمن سلامة المنتج، لأنه وجود الفيروس فيها يعني وجود ربما تلوث حتى وإن كان بالجينوم مات الفيروس. طيب الموضوع الآخر هو استخدام الفارمينج ريكومبوننت بروتين from live animals. الفارمينج عادة هو استخدام منتج الكائنات الراقية بعد إجراء عملية الهندسة الوراثية به، وراح نفهم هذا الشيء A transgenic animal is one that contain a clone gene in all of its cells. الترانسجينيك انيمالز هو الكائن او الحيوان اللي يحوي على كلون جين في كل خلايا، وهذا يتم عادة في مرحلة البيضة المخصبة. في مرحلة البيضة المخصبة اذا ادخلنا جين في داخل الخلايا وبعد ذلك اتكاثرت هذه الخلايا بعد بالانقسام والتمايز، راح كل الخلايا حاوية اليمن على ذاك الجين اللي دخلناه بعملية الهندسة الوراثية. using mice باستخدام الفئران أو لدراسة وظائف جينات الإنسان وجينات اللبائن بشكل عام هو مثال على الترانسجينيك أنيمالز. With mice, a transgenic animal can be produced by micro-injection of the gene to be cloned into the fertilized egg cells. مثل ما ذكرنا إنه الترانسجينيك أنيمال ينتج بعد عملية حقن micro-injection. زين يعني الحقن الميكروي المن لجين معين بحيث يكلون وين في البيضة المخصبة، وبالتالي لما ندخل الجين في البيضة المخصبة، البيضة المخصبة تكون حاوية على نواة واحدة، بالتالي أنا دخلت الجين في هذا النواة، بالتالي هذه الخلية لما تبدأ بالانقسام النواة اللي تحوي على الكروموسومات أيضا راح تنقسم، بالتالي الجين راح ينقسم، وبالتالي جميع خلايا الكائن الحي في المستقبل تكون حاوية على من على ذاك الجين اللي تم كلونته. The most successful approach has been to be used for farm animals such as sheep or pig,
with the clone gene attached to the promoter for the animal's beta-lactoglobulin gene. This promoter is active in the mammary tissue, which means that the recombinant protein is secreted in the milk. اللي يحدث شنو؟ إنه في بعض الأحيان يقومون بعملية كلونة الجين بحيث يكون هذا الجين تحت بروموتر جين اسمه بيتا لاكتوغلوبيولين جين اللي يكون هذا الجين نشط أو هذا البروموتر نشط وين في أنسجة الميموري تشو وبالتالي إذا كان في أذية راح ينتج هذا الجين المهندس وين طيب من العدة. الآن اتصور انه عملية انتاج milk production can be continuous during the animal's adult life. عملية انتاج الحليب تكون عملية مستمرة resulting in a high yield of protein. بالتالي انه كل بروتيني انا اللي سويت له هندسة وراثية بحيث سويته ينتج مع الحليب راح ينتج بكميات كبيرة جدا. The average cow produced 8,000 liters of milk per year. 8,000 لتر من الحليب ينتج بالسنة. وبالتالي راح ينتج لنا كمية ما يقارب 40 إلى 80 كيلوغرام من البروتين. Because the protein is secreted, purification is relatively easy. لكونه الحليب ينتج خارج جسم الكائن الحي. وبالتالي البروتين مالتي ينتج مع الحليب. لذلك عملية استخلاصه من الحليب عملية سهلة. بدل ما أني أخذ الخلايا وأكسرها وأتخلص من البروتينات وأتخلص من جميع الجزيئات الأخرى أحماض نووية RNA DNA إلى آخره هنا راح ينتج البروتين مالتي مع الحليب وبالتالي عملية فصله عن مكونات الحليب تكون عملية سهلة. Most importantly, sheep and pigs are mammals and so human proteins produced in this way are correctly modified. لكونه الكائن اللي يستخدم لعملية الإكسبريشن هو الشيب والبيكس زين بالتالي هذه كائنات راقية وبالتالي عملية الجينات اللي تنتج فيها يصير لها تيرشيري ستراكشر ويصير لها فولدنج بشكل صحيح إذا كانت هذه الجينات مأخوذة من الإنسان ولذلك production of pharmaceutical protein بروتينات اللي تستخدم في مجالات الصيدلة in farm animals بعملية الفارمينج اللي ذكرناها توفر لنا فد مستقبل حقيقة زاهر لصناعة هذه البروتينات بشكل يكون correctly modified بشكل يكون البروتين بي structure the 3D structure يكون صحيح وبطريقة سهلة وبكمية كبيرة وخصوصا إذا كانت تلك البروتينات تستخدم في مجال الطب فبالتالي يكون لها فائدة عظيمة جدا وهذا هو المثال اللي ذكرناه البيتا لاكتوغلوبيولين جين هذا موجود وين بالأفدية بالتالي إذا هذا الجين موجود بالأفدية ومسؤول عن إنتاج التحفيز عمليات إنتاج الحليب إذا خليت الجين مالتي هنا مثلا على سبيل المثال جين إنسولين على سبيل المثال أو جروث هرمون فبالتالي ورجعت طبعا هذا الجين بمستوى الإيج اللي هو بمستوى البيضة المخصبة وانتظرت الحيوان إلى أن يكتمل عملية نموه وبعد ذلك أن يصل إلى مرحلة أدولت ويبدأ بإنتاج حليب زين فبالتالي البروتين اللي موجود مع هذا البروتين المدمج راح يكون تحت سيطرة بيتا جلاكتوغلوبيولين بروموتر هذا البروموتر يكون شغال فقط وين بالماميريان تشو زين فبالتالي لما يكون شغال في الماميريان تشو راح يحفز لنا إنتاج حليب ويحفز لنا الجين اللي احنا لصقناه في بداية عملية البيضة المخصبة فهذا الكائن نسميه بهذه الحالة transgenic animals وهذا البروتين المنتج وهذه العملية كلها نسميها بالفارمينج نصل بالنهاية إلى نهاية الحلقة أتمنى أنه قدمت شيء مفيد لحضراتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر اللايك وأتمنى لكم الموفقية إن شاء الله في الامتحان النهائي شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله